كنتما رئيس تنسيقيه المجتمع المدني لجهه سوس مسا. بالنسبه لنا نضمنا هذا اللقاء ندوه جهويه افاق المشاركه النسائيه في تدبير الشان العام بالمغرب بين مكتسبات التشريعيه والقانونيه ومعيقات التنزيل. وتندرج هذه الندوه في اطار تنزيل برنامج العمل السنوي للتنسيقيه والمساهمه في النقاش العمومي حول قضايا التنميه الديمقراطيه بالمغرب. هو بالنسبه لنا تعزيز المراه في هذه المرحله المقبله ان شاء الله، والمراه تكون في مناصب القرار. نجيو للخطاب ديال سيدنا اللي هضر على 30% ديال النساء، وتنتمناو دابا لان تبارك الله دابا راه كاين النساء كاين الناس سميتو، وتنتمناو يكونوا في مراكز القرار العليا. وتنشكركم، شكرا. عائشه امغار، استاذه جامعيه بالمدرسه العليا للتربيه والتكوين، ورئيسه لجنه الميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه بجامعه ايت ملول، منتخبه بحزب التقدم والاشتراكيه. اليوم موضوعنا اليوم هو افاق المشاركه النسائيه سواء في البعد المهني او البعد السياسي. واليوم نحن نتحدث عن النموذج التنموي الجديد وافق تحقيق 45% من النساء النشيطات على المستوى الوطني. نحتاج لنعرف ما هي العراقيل وما هي الحلول التي يمكن اقتراحها لتحقيق هذا الهدف. ومثل هذه اللقاءات نتحدث يعني عن هذه الامور. فيما يخص ايضا المشاركه السياسيه للمراه، ونحن اليوم في افق انتخابات وعلى المقبله في شوتنبر، وتواجد وضروره تواجد ثلث النساء سواء في المقاعد الجماعيه او الاقليميه او الجهويه، نحتاج كثيرا لمثل هذه اللقاءات لابراز نخب وكفاءات نسائيه، لما لا يمكن لاحزاب رغم ان الاقتراب موعد الانتخابات استقطابها لتعزيز وجود النساء في الحكومه المقبله او في الجماعات بشكل خاص. شكرا. ملكه خليل، محاميه بيت اكادير ونائبه برلمانيه حزب الاثار والمعاصره اللائحه الوطنيه. تشرفت اليوم بالحضور لهذا اللقاء بدعوه كريمه من تنسيقيه المجتمع المدني، واللي تناول واحد الموضوع مهم وعنده الراهنيه ديالو اللي هو المشاركه النسائيه وتموقع النساء داخل المشهد السياسي، خصوصا فيما يتعلق بمراكز اتخاذ القرار. اللقاء عرف حضور وازن للفاعلات السياسيه سواء على المستوى الجهوي او المستوى الوطني، وايضا وضع الاصبع على الجرح كما يقال بالنسبه للمفارقه اللي هي كائنه دائما ما بين المكتسبات القانونيه سواء في الدستور او القوانين التنظيميه للاحزاب او القوانين الاساسيه للاحزاب او حتى القانون التنظيمي للاحزاب، وبين الممارسه العمليه داخل الاحزاب. وايضا تقدمت مجموعه من المعطيات اللي هي بالفعل مكتسبات من طرف ممثله الوزاره، ولكن المجتمع المدني وكما هو معهود فيه ينظر دائما الى الجزء الفارغ من الكاس لكي يبعث الحياه فيما يجب ان يكون، وانه الاراده يجدد الطاقه للدفع بالدفع بالفاعل السياسي انه ما يجب ان يكون لا ما هو كائن. اذا بالنظر لهذه المساله فبالفعل تناولت المداخلات مجموعه من المفارقات اللي موجوده بين الممارسه داخل الاحزاب اللي باقي ما كتخولش بالشكل التي كتستحق المراه المغربيه ان تموقع سواء داخل التنظيم بالشكل الذي يليق بها والذي يستوجبه القانون، وايضا داخل المشهد ككل السياسي، وبالتالي ندفعوا بقطار التنميه والديمقراطيه اللي هو لن تتاتى ثماره الا بتموقع المراه المغربيه وتمكينها سياسيا. السيده فاطمه بركان، مديره المراه وزاره التضامن والتنميه الاجتماعيه والمساواه والاسره. هذا اللقاء اللي كنشاركوا فيه الوزاره في هذا اللقاء اللي جاب دعوه من تنسيقيه جمعيه المجتمع المدني سوس مسا هنا في مدينه اكادير، ولكن هو واحد بعد وطني لان هناك عده مدن اخرى بالنسبه للمملكه المغربيه مشاركين. الموضوع هو افاق ديال رفع ديال تمثيليه المراه في الشان العام بصفه عامه بما في ذلك الشان السياسي، نظرا للاستحقاقات المقبله ان شاء الله، ونظرا كذلك الى مدى هذه القوانين الانتخابيه اللي تمت الان الصدور ديالها غتساهم في هذا الرفع من تمثيليه النساء. عندنا ارقام اللي هي ارقام ضئيله، مثلا بالنسبه للمشاركه النساء في
الهيئات التقريريه للاحزاب يلاه 6%، وهاد الارقام كلها كتدعينا باش يكون واحد الاليات ديال المواكبه، اليات ديال الدعم. كانت لنا فرصه تقديم برنامج اللي هو اخر برنامج اللي تمت المصادقه عليه في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، وبرنامج مغرب التمكين التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في افق 2030. هذا البرنامج اللي تم المصادقه عليه من طرف اللجنه الوزاريه للمساواه في يوليوز كترأس السيد رئيس الحكومه، وتم التقديم ديالو كذلك في مجلس حكومي في شوتنبير. مباشره من هذا التقديم هذا بدا تنزيل الترابي ديالو على جميع الجهات واقاليم المملكه المغربيه، الاستهداف النساء في وضعيات خاصه، استهداف كذلك الاثر مجالي القرب من هذه النساء بمشاريع تنمويه، مشاريع تهدف النمو كذلك، ودعم المقاوله النسائيه، دعم التعاونيه النسائيه، النساء الحرفيات، النساء حاملات افكار، حاملات مشاريع، الى عده برامج اخرى مجاليه. وحنا الان في التنفيذ ديالو، وكانت لنا فرصه قدمناه بالارقام كذلك حول الوضع المراه في عده مجالات اخرى. شكرا.